أهلا وسهلا فيكم مجددا أصدقائنا المشاهدين، رجعنا لكم عبر يوم جديد المحطة هلأ مع مايكي فخالي يلي رح يكون معكم لمدة ساعة من الوقت. أول نص ساعة معي ونصف الساعة الآخر مع زميلتي باسكال. بنبدأ بتلقي اتصالاتكم ابتداء من هاللحظات، بعد شوي الرقم بيقطع قدامكم على الشاشة، فيكم تتواصلوا مع مايك ليخبركم شو مخبيلكم المستقبل. مايكي فخالي صباح الخير. صباح النور. شو هالروج اليوم الحلو؟ اليوم بدي أشكر مصمم لويس عزار. هو اختار هيدا الشيء. حلو كتير الروج، أهم شيء إنك بلشت تطلع من الأسود. لكن بس اطلع من الأسود منه دليل فرح بالنسبة لإلي. أنا الفرح بالنسبة لإلي الأسود. فكل ما لبست أبيض أو لون الدم تكون إشارات سلبية. يعني هلا أنت عم تعطينا إشارات سلبية؟ 100%. عن شو؟ كأوضاع. أتمنى أنه لبنان والعالم العربي وبعض دول أوروبا يكون في كتير انتباه بشهر 9، لأنه في طاقة سلبية كتير قوية رح تكون بتتوزع على هالبارت هيدا. نعم. آسيا أوروبا. رح نتابع حديثنا معك مايك، ولكن ما بدنا ننطر كتير أصدقائنا المشاهدين. أول اتصال. ألو. الو الو بونجور. بونجور، مين معنا؟ ما بدي اعطي اسمي فيي ولا يهمك، تفضلي مايك معك مباشره. الو صباح الخير. صباح النور، كيفك مسيو مايك؟ نشكر الله. انا بدي اسال عن ابني، بده يعمل شغل بتوفق، وبنتي اذا بتضل مع جوزها، واذا في انا واولادي مختلفه انا وحدا. هلا بالنسبه للصلحه العائليه قريبا جدا بتتم. عمل جديد أتمنى أنه يكون في تريث بالموضوع، لأنه الأمور بدها بين 3 أشهر والأربع أشهر دراسة أكبر حتى يكون الشغل ناجح 100%. هلأ هالفترة أو الشهرين مش لمصلحته يقدم أخته جديدة. من ناحية بنتك أتمنى أنه تحكيني من بعد البرنامج أو ضمن البرنامج تأسمع صوتها اللي بقولك يا ما في طلاق. إذن شكرا لاتصالك مدام، وين ما كنتوا عم بتتابعونا من لبنان ومن خارج لبنان، نحن جاهزين لناخذ كل اتصالاتكم. بتحكوا مع مايك مباشرة وبيتوقع لكم، والأرقام عم تمر قدامكم على الشاشة. بدي أرجع جول أنا وياك على المستوى اللبناني والعربي. قلت لي إنه هناك ما فهمت منك كأنه شبه نكسة. مش نكسة، اللي بلاحظ كنا عم نحكي على راس إنه العالم العربي يتقبل التقسيم. هلأ وقع التقسيم، خلص بلشت الرسم الخريطة جديدة. الأمور بدها تأثر على لبنان. نحن كنا حاكين سابقا أنه لبنان بده يخسر بعض المناطق، يعتبروا حالهم استقلوا عن لبنان. صرنا ضمن هذه الدائرة بغضون أشهر بدنا نحس بشي غريب، أنه في مناطق ما حفينا نرحلة. أوكي. لحين استرداد الجيش اللبناني جميع الأراضي اللبنانية بدون أي غطاء سياسي. اللافت بالموضوع وهي المرحلة اللي بكون فيها فرح على صعيد لبنان مش على صعيد العالم العربي، إنه رجال الدين بجميع الطوائف السياسي بجميع الاتجاهات في مطار بيروت دموع وفرح. حلو، يلا اجتماع دموع وفرح إن شاء الله خير. يلا الإشارات إيجابية كتير رح تكون، مع انه انت لابس احمر وقلت لي بيعطي زلزبيه. حكينا شغله انه طعمنا الامور بشيء ايجابي جدا. طيب. ومن هون للنصف الثاني بال 2016 الحبر الاعظم في لبنان، ولكن هل سوف يكون البابا فرانسيس؟ سؤال كبير يطرح بغير حلقه. نعم. اتصال جديد كمان. الو. الو صباح الخير. صباح النور، يا هلا، مين معنا؟ محمد. محمد تفضل. ألو صباح الخير سيد. صباح النور. ما شاء الله على الأحمر شو الحلو. تسلم حبيبي. الله يخليك سيد مايك. أنا من فترة حكيتك قلت لك حقوق وترجع على شغلك، هذا مش سنة. نعم. وما صار شيء معي، وفي بس ظرف شغلة ابني قلت لي بيرجع من أمريكا ورجع، بدي أعرف شو بيصير معه إلي ولا إله. هلا بالنسبة لحضرتك صار في مباحثات على الصعيد العملي. الأمور ما كانت وصلت لخواتيم كامله، يمكن صار في مد وجزر. اللي بقول لك امورك تعود الى طبيعتها كامله، ولكن حاول انك
انك تنتقص شوي من حقوقك حتى تقدر ترجع للمكان اللي كنت فيه، ترجع تقلع وتاخذ حقوقك كامله. طالما انت عندك تيبيس بموضوع معين ما بتراجع عنه، الامور بدها تضل على الآن. المستقبل رائع جدا. نعم. امور ماديه فيها تحسنات تبدا معك بمنتصف شهر 7. صحيا ما في خطر، ولكن فيك تدارك بعض امور بوجع الراس اذا بتعمل فحص للاذنين والعينين. شكرا لاتصالك محمد. طبعا نحن باقيين معكم مثل ما سبق وذكرت لحوالي ساعه من الوقت، اول ساعه معي والنصف الاخر مع باسكال. لا تحكوا مع مايك يتوقع لكم يسمع اصواتكم. بدي هيك فوت على هالامل يلي اعطيتنا اياه مايك. نعم. على هالجمعه يلي قلت انه رح تكون وفيها دموع الفرح، بدي اعرف هل هي بتخص سياسة معين، هل هي بتخص واقعة معينة، هل بتخص تبديل سياسة معين بلبنان؟ لا، عم نحكي نحن بمطار بيروت. ايه اوكي، بس ليه بده يكون فيها الفرق؟ معناتها في شيء عظيم جدا سوف يحدث قادم الى بيروت، بغض النظر انه في مفاوضات بين ارضية مطار بيروت واحدى الطائرات ويتدخل فيها رجال دين. اوكي هلا فهمنا شوي. هيدي أي متى بدها تصير؟ على المدى المنظور قريباً ولا جداً. قريبا. نعم. اتصال جديد. الو الو الو، بونجور. بونجور، تفضلي، مين معنا؟ زينة. زينة تفضلي يا زينة. بونجور، صباح الخير. زينة حضرتك على الهواء. زينة تفضلي. ميرسي. بونجور. بونجور سيماي. صباح الخير. بس اذا بتعلي لي صوتك. بدي اسالك عن عائلتي بنوع عام. نعم. بدي اسالك عن عائلتي بنوع خاص، واسالك عن ابني وتخصصه اذا الله بيوفقه، واذا انا بتوفق بانتقال من بيت لبيت. نعم. اول شيء التوفيق موجود بالنقله، ولكن النقله ما زالت متاخره. منا غمضة عين فتحين، بعد في قدامك وقت، ولكن التوفيق بكون العتبة كتير منيحة بالنسبة لك. بالنسبة لابنك ما زال عنده تردد حوالين الاختصاص اللي بده يمرق فيه، بكون في عنده اختصاصين في المستقبل. العائلة ككل عم تحاول تبعدي عن مشكل معين ضمن العائلة الكبيرة، يمكن هذا الشيء اللي عم يضطرك انك تنقلي من مكان الى اخر. هاي الامور كلها سوا ايجابية تحل في القريب العاجل قبل شهر كانون الاول. نتمنى لك كل التقدم والخير يا زينة. إلى اتصال جديد. ألو 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 ألو، بونجور. تفضلي يا هلا، مين معنا؟ أمل. بقدر أحكي معك شو معك؟ أكيد أمل، تفضلي. بدي أعرف عن الصحة والعائلة والأزواء حوالينا. صباح الخير. صباح الخير. بونجور. يا أهلا. هلا الامور اللي حواليك انت حاطه حالك بموقع منه لإلك. اذا بتبعدي عن الاشخاص كلهم سوا المحيطين فيك بطريقه غير مباشره، كل واحد بيبدي راي حسب مصلحته الشخصيه، هون بتكون انتقلتي من مكان الى اخر، بلش النجاحات العمليه والماديه والاجتماعيه. يعني بدك تزيحي عنك طاقة سلبية كتير كبيرة موجودة بالوقت الحالي حواليك، وحرف النون منه لمصلحتك من امرأة. الأمور الأخرى كلها سوا إيجابية بتكون بالنسبة لك، ما في أي خطر ممكن يكون قريب كتير منك، ولكن في أشياء بتسمعيها من الخارج من إحدى الدول العربية عن أحد الأشخاص، بدك تتضايق تحسي هيك إنه ليش؟ ما في موت، ولكن خبر بدك تسألي بينك وبنفسك ليش هيك عملوا؟ شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. نحن طبعا متابعين معكم من لبنان ومن خارج لبنان. كل شخص بحب يعرف اي شيء عن مستقبله، التوقعات من مايك فغالي مباشره، ولكن بليز بدنا نطلب من الجميع تخفوا صوت التي في لما بدكم تحكونا وتقولنا صوتكم. مايك، دائما بنقول انه في مفاجآت بتطرق علينا كلبنانيين، ودائما نحن اللبنانيين معروفين بالمفاجآت، يعني كي بتوقع على شيء بتنام على شيء. بالقريب العاجل بالفترة الزمنية يلي جاي تالي، هل هناك من مفاجأة سارة؟ اليوم بدي أحكي بالأمور الحلوة السارة الإيجابية. المفاجآت سارة تكون في لأنه العالم وصلت، يعني ما على فوق، ما بقى فيها تسمع. المفاجأة سارة تنطلق من بكركي بأيادي مشبوكة مع بعضها على صعيد مسيحي. نعم.
ولكن تنفيذها على الأرض لن يبصر النور بالوقت الحاضر. قد ايه بده وقت؟ ممكن شهر شهر وشوي مش أكثر من هيك. بس الأمور جيدة جدا إن شاء الله يا رب. بالنسبة للوضع الأمني هالثلاث أشهر القادمين على لبنان صعبين كتير. صعبين؟ صعبين وختامهم بكون شهر تسعة. شهر تسعة كامل. أوكي. اتصال جديد. ألو؟ 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 مرحبا؟ مرحبا. يا هلا تفضلي. معك أليسار. أليسار تفضلي يا أليسار. بحب أحكي مع المنسير مايك غالي. أكيد مايك معك تفضلي. صباح الخير. صباح الخير مسيو. يا أهلا. كيفك؟ نشكر الرب. ممكن أسأل عن عائلتي وعن ابني الوسطاني؟ هل في أسئلة محددة؟ نعم، بالنسبة لمستقبل ابني الوسطاني لشغله. ابن الوسطاني هلا حياته فيها سفر متعدد. نعم. ناطر شيء خبر أو شيء بده يقدم عليه بكون في حياته فيها سفر متكرر، بكون في عنده نجاحات بعكس المحنة اللي مارق فيها بالوقت الحالي، بيتخلص من هاي الأمور كلها سوا بمطلع شهر 8. القدر بيفتح له باب جديد المفروض بشهر 9 بعكس الطبيعة، بيفتح له باب قدر جديد. هذا الباب بكون باب رزق لإله، بريحكن وبيرتاح، بشيل هم كتير كبير عنكن. الأمور المستقبلية بتكون ناجحة جدا، ولكن ما زال إنسان عصبي وبيرفض إملاء الرأي عليه. هو اللي بده إياه بده يحكيه، ولكن بيرفض إنه حدا يملي رأيه عليه. أتمنى هون يغير شوي من طبيعته قبل شهر 9. شكرا مدام لاتصالك. طبعا نحن متابعين معكم بتلقي كل اتصالاتكم. ومعنا اتصال جديد. ألو. ألو. بونجور. بونجور. مين معنا؟ في معقول اسمه؟ إيه أكيد. تفضل حضرتك مع مايك مباشرة. أوكي. بونجور مسيو مايك. صباح الخير. كيفك؟ نشكر الله. أنا بدي أعرف عن مستقبلي. أنا هلأ عندي تقديم، بدي أشوف إذا بيصير فيه إن شاء الله، وبدي أعرف عن مستقبل خيي، وإذا بابا بيغير شغله، وفي بيت بدنا نبيعه تشوف إذا منبيعه. أول شيء الأمور المادية على أحسن ما يرام تكون عندكم بشهر 7. يمكن بيعة البيت بس تتم، ترتاحوا كلكم سوا، وبصير الوالد عنده القدرة يقلب من شغل لشغل ويكون عنده استقلالية تامة. من ناحية التقديم، من صوتك مبين أنك إنسان عارف حالك كتير منيح شو بدك، ولكن شد على الدرس. في بعض المواد يمكن أنت أخذها أنه ما بتهمني، ولكن هاي الأشياء بدها تعلي لك علامتك تجيب المونسيون. بالنسبة لخيك بتمنى أسمع صوته، لأنه عقليته مغايرة كليا عن باقي أفراد العائلة، متشبث برأيه ومتسرع. أتمنى من بعد البرنامج اسمع صوته وتقدر تكون دقيق أكثر بالإجابة. إذا هذا كل شيء قاله مايك بالنسبة لهذا الموضوع بالتحديد، وبقي إنه نحن ناطرين اتصالاتكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا ليخبركم أكثر مايك عن المستقبل. قد إيه أوقات الإنسان بيكون هيك عايش بأحلام يا مايك، بعدين بس يوصل لأرض الواقع بيتفاجأ، بيلاقي إنه إف أنا كنت عم بحلم هيك وصار هيك. برأيك كيف ممكن الإنسان يحسن حاله من كل السلبيات، خاصة إنه بمجتمعنا اللبناني والعربي في كتير سلبيات للأسف؟ لما الإنسان يصير يشكر ربه على شغلة كان طلبها من 10 سنين ووصل له. نعم. بس عم بكون أف أمنيتي يصير هيك، بيصير بتطول الأمور، بصير أنا بس بنسى أشكره. بكون واقع بمصيبة، ليش يا الله تركتني؟ بكون مبسوط، ما بقول له بشكرك يا الله أنك فرحتني. بس نوصل لهالنقطة هاي منشيل الطاقات السلبية كلها، بصير في صداقة بيننا وبين الله. بطل في خوف. وهذا الأهم، لأنه العلاقة هي علاقة صداقة، مش صداقة وحب. خوف أكيد. اتصال جديد. ألو. ألو. بونجور. بونجور. مين معنا؟ سيلفي. نعم. مدام سيلفي. مدام سيلفي، أهلا وسهلا فيكي مدام، تفضلي. بقدر بحكي مع مسيو مايك؟ أكيد تفضلي. صباح الخير. صباح النور. يا أهلا. أستاذ مايك، فيني أسألك عن بنتي وعن إذا البيت بينباع ولا لا؟ من ناحية بنتك هل في شيء معين بدك تسأليه أم ما؟ إيه بدي أشوف هاي يعني فين
بدنا تغير يعني ما بعرف في محكمة وهيك. الأمور مش لمصلحتها 100%، حاولوا وصلوا لتسوية. من ناحية البيت نعم بتم البيع. ما عم بتم ايه؟ بتم البيع. بتم؟ نعم. في تأخير صار معكم من قبل ايه؟ ومد وجزر، بيجي ناس وبروح ناس، كان في أوراق بعدها مش خالصة. هلا الأمور كلها سوا إيجابية، ضمن هالأشهر القليلة بتم بيعته. إن شاء الله خير. يا أهلا. ميرسي كثير. أهلاً. أهلا وسهلا فيك يا مدام. منتبه حديثنا مايك انه فعلا لازم نحن نكون اصدقاء لربنا، ما لازم تكون العلاقه فيها خوف، او نحمد ونشكره على كل نعمه. بس وعيت يعني. اليوم شو عملتي حضرتك؟ انا ضليت جاي على الاو تي في الساعه 6. امتى حضرتي ثيابك؟ امبارح من عشيه. نقيتي بين قطعه وقطعه؟ اكيد. شوفي شو حلوه هالنعمه من عند ربنا انه فتح لك مجال تنقي. يعني لو نعرف كيف نشكر الله انه اعطانا مجال نقي بين شغلتين، نقي بين اكلتين، نقي بين كلمتين. غيرنا ما عنده مجال، يعني قديش نحن احسن من غيرنا بكثير. غيرنا مين يعني؟ غيرنا. في كثير ناس ما عندهم غير قطعه واحده مجبورين يلبسوها. وعم بيشكروا ربنا على النعمه. نحن بنفتح الخزانه في 100 قطعه بنصير محتارين وما بنقول نشكر الله، نقول يا الله شو بدي البس. كل شيء ربنا عطينا حق الخيار فيه يكون شيء كتير رائع، لازم نشكره بكل لحظة إنه بعده عم بيعطينا حق الخيار بكل شيء. 100%. اتصال قبل ما ننتقل إلى بريك. ألو. صباح الخير. صباح النور. ممكن أحكي مع مايك؟ تفضلي. مين معنا؟ أنا اسمي أسير من فلسطين. نعم. أسير. أسير. ايه أسير، احكي مع مايك بس علي صوتك شوي لو سمحتي. صباح الخير مايك. صباح النور. شو اخبارك؟ نشكر الرب الحمد لله رب العالمين. ممكن اسال عني وعن اولادي وعن صحتي؟ صحيا ماني شايف خطر، الا انت مرقه بمرحله صحيه تعبتك، في عندك تعب وقلق، هذا القلق هو اللي عم بعيشك بالتعب الجسدي. وعن اولادي جميعا الأمور العائلية سوف تكون مستقرة في الشهر القادم. في نوع من خلافات أو في إرث أو في أرض أو في مفتاح، في شيء بدك ترجع تستلميه من أول وجديد بشهر 7. هيدا الشيء بريحك ماديا واجتماعيا. هلا عائليا في سفر لأحد أفراد العائلة، مقدم طلب سفر أو عم بيسعى لسفر، بتم معه بنهاية شهر 8 مطلع شهر 9. أتمنى الانتباه كتير كتير شهر 9 على صعيد المنطقة اللي حضرتك قاطنة فيها، مش على صعيد شخصي. نعم. بدنا نشكر اتصالك، بدنا نشكر كل اتصالاتكم أصدقائنا المشاهدين من لبنان ومن الخارج. ما تروحوا لبعيد لأنه هلأ بعد شوي من بعد هالبريك بتنضم لألكم زميلتي باسكال شمالي فرانسيس، وبتابعوا سوا مايك التوقعات لمدة نص ساعة. مرسي كتير. مرسي إلك. بننتقل لناخد بريك صغير بنرجع منتابع. نرجع معكم مشاهدينا وكل الأشخاص يلي ناطرين أكيد الاتصال مباشرة بمايك على الهواء. أكيد الفقرة بتتابع دكتور ولا ما بلا دكتور عم تقطع؟ شو حابب؟ لا عم بقطع. ما بدك تكتب دكتور؟ لا ما حلو، هي في ألقاب قبلك كان عندي بس ما بفضل أنه اسمي هو لقب الأساسي. ما بتحب الألقاب؟ لا، أنه الواحد بيتعب تيعمل اسمه بيختصروا له إياه بكلمة مثلا الدكتور فيغالي. طب لا، ما هو مايك الفيغالي اللي عمل الدكتور، مش الدكتور اللي عمل مايك. فدائما الافضل الانسان يكون. هلا حضرتك اذا قالوا لك دكتور شمالي ما عرفوك، باسكال شمالي اسم ضخم. هيدي هيك بعد ما مش غلط. في اتصال ناطرك من قبل البريك بناخده ومنتابع. الو. الو بونجور مدام. بونجور. تفضلي شو بدك تسالي؟ ممكن احكي مع مسيو مايك بليز؟ يلا عم بيسمعك. صباح الخير. الو. صباح الخير. بونجور. يا اهلا. بليز ممكن احكي مع مسيو مايك؟ عم بيسمعك، تفضلي حضرته عم بيحكي. اذا بدك هو انا. يا اهلا. تسلم لي هالطله الحلوه. تسلمي يا قلبي.
لو سمحت بدي اسال عن عائلتي عن اولادي. في اسئله محدده اما هيك بالمجمل؟ اسئله المحدده اكثر شيء عن ابني. اي شو السؤال المحدد عن ابني؟ عن رزقته قليله، عن سفره، عن بيتوفق بيتزوج. اول شيء رزقته منا قليله، ولكن الانسان بس يمشي كثير بخط جالس وزيح وما بزيح عنه بصيروا قليل اللي بيقدروا يقدروا تعبه. تقدير تعبه بكون بالخارج. موضوع سفر عم يندرس، تأجل بتم على خير وسلامة بالقريب العاجل. ما في أي خطر صحة عن أي فرد من العائلة، لبل في أمور إيجابية جدا، وفي فرحة بتكون بين شهر 10 وشهر 11 بقلب البيت. ما كنتوا عم تحكوا عن النعم؟ نعم. أنت وسحر، وأكيد يمكن الفكرة أنه الواحد دايما بنق، ونحن عايشين ببلد منحب النق وما منعرف النعم يلي عنا إياها. وفي أمور كمان كنت عم تحكي عنها، قدي مش منتبهين يمكن منكون لقصص وصلنا لها بحياتنا وكنا قبل عم نتمناها. فمشان هيك لازم على طول الإنسان يعمل مراجعة يومية لكل شيء بيمرق فيه. بيقدر يعطي، هلا ربنا مش ناطرنا، بس بقدر أعطي 0.01% من حقه علي. صح. بس أشكره. صح. والشكران. صح. فعل الشكر بدين المسيح، في عنا فعل الشكر ما حدا بيعرفه 100%. كمان بدنا ناخد اتصال. ألو، بونجور، صباح الخير، تفضلي مدام، أنت على الهواء. بونجور. يا هلا، تفضلي. بدي أسأل، شو السؤال؟ بضحك، بدي أسأله عن زوجي وصاحبته، بتسأل عن أولادي. نعم، صباح الخير. أوكي، صباح الخير. اللي بقول لك يا عنيتي الأمرين، كنت أم وأب، ولكن وصلت لنقطة ما بقى في فاصلة بالحياة، صار في نقطة في قرار بده يتخذ. أنا اللي بقول لك إنه بس فهمي منيح حديثي، إذا نطر القاتل على المقتول بيمشي بدفنه. فخليك متريث الأمور لمصلحتك 200%. وقريبا جدا قبل منتصف شهر 8 الفرح بده يعم دارك، بدك ترجعي تملكي كل شيء أنت. بالنسبة لباقي الأمور، باقي الأمور كلها سواء إيجابية على صعيد عائلة، ولكن ما تتخذي أي قرار من هلأ لشهر 8. نشكر اتصالك. أكيد يمكن كتير هيك أنواع من الاتصالات بتوردك مايك، بس مش دايما بتثني أنه مظبوطة هاي الشغلة، يعني في أوقات بتقلها أنه الشك يمكن في مرات بيكون في شكوك، ولكن من صوتها في يقين. صحيح. والشخص الثاني مستشعر، يعني الدخيلة على العائلة مستشعرة. أوكي. الشخص يا مشقرة شعرة يا عم شيء بشعر مستشقرة. فلا، المصلحة لها هي، والمكسب الكبير جدا بكون منتصف شهر آب. شو صعبة. اتصال جديد. ألو. ألو، بونجور. مرحبا، تفضلي مدام. معك زهرة. يا هلا بزهرة، عم بيسمعك. بليز بدي أسأله عن صحتي وعن العيلة وهيك بس. صباح الخير. أهلين، صباح النور. ما توسوسي بأي مرض لأنه ما في أي شيء يدوم. الأمور إيجابية جدا على سبيل حياتك الشخصية. أحد أفراد العائلة الكبرى هنالك حزن بشهر 9. أحد أفراد العائلة الكبرى وهو كبير في السن. إيه شو بيصير يعني؟ في حزن بشهر 9. من الناحية الاجتماعية المادية الأمور على ما هي عليه لغاية شهر شباط. شهر شباط 2016 بتكون الأمور إيجابية جدا. من هلأ لشهر شباط ما في تراجع، ما في انكسار، ولكن الأمور ثابتة بأرضها. نشكر اتصالك. ماي كان عم بيسألني حدا أنه أنت بتتفق مع أصحابك يدقوا لك وبكون عارف كل شيء عن حياتهم وبتقولهم إياه على الهواء. قدي عندك أصحاب من 8 سنين ل 9 سنين؟ قدي صار لك؟ الفكرة الحلوة انه قد ايه صرنا بنطلع على الهواء؟ شيء هي سنة 8. سنة 8. أوكي. وقبل منا عندي 5 سنين خارج الأراضي اللبنانية. قد ايه ما عندك أصحاب يا ماي؟ بس مثلا انه اللي اتصلت من دولة فلسطين قبل شوي.
يا ريت عندي هالقد اصحاب. اصلا بيصيروا اصحاب، بيصيروا يعني من بعد. بس يا ريت عندي هالكم إجابي. بيقدروا يراجعوا شركه الفا مش تاعي ويشوفوا كم الاتصالات اللي بيورد، يعني اصحابي ما حيتصلوا فيي ويدفعوا على الدقيقات حتى لي يحكوني. بس هي الفكره الواحد بيكون عم بخبر الخبر يعني يقين، عرفت إيه؟ انه بس دعايه حلوه لأ، لانه عندي هالقد اصحاب ميالي صاحب جديد. ترشح عني صاحب جديد بيتصل فيك. بس شو الهدف يعني الوقت انه الو بونجور مدام. بونجور يا هلا، تفضلي تفضلي. فيني احكي بس الاستاذ معي؟ اكيد تفضلي. بس بدي اساله عن، انا اسمي شادي عبد الله، بدي اساله عن وضعي الصحي، وبدي اسال عن حياتي مع زوجي واولادي يعني واولادي. صحيا ما في اي خطر، بدك تراقبي نظام اكلك حتى شوي صغيره تخف الاوجاع عن المعده اللي عم بتشكل لك ضغط نوعا ما، مرات ضيقه نفس، مرات عم بكون عندك اوجاع بالظهر. بالنسبه للحياه العائليه، حضرتك ملبكه بقرار كثير كبير بدك تاخدي، بتدرسي القرار، بتضلك شهر شهرين ثلاثه بترجع بتتراجعي. اتمنى تاخدي قرارك بوقت سريع جدا، لان ما في اي شيء سلبي من خلال هذا القرار، بالعكس في توضيح امور، ففي نقاط على الحروف تجاه الاشخاص المحيطين فيك. ما تكوني خيفانه من شيء، فقط عالجي معدتك، امورك ايجابيه جدا. اكيد منتابع دائما ضمن اتصالات المشاهدين، واكيد مايك يمكن بتسمع، خلينا نقول اوقات نق كثير، بتسمع مشاكل كثير، بتسمع اوقات هيك ما بعرف في حزن ولا لا، مش دائما هيل في فشه خلق. هون اتمنى انه الدوله اللبنانيه تعمل خط تليفون مجاني مشان الانسان المتضايق يكون في ناس متخصصين. كيف بتدقي مثلا انت تاخدي على السنترال تاخدي رقم تليفون، في ناس متخصصه بتحكيك. ناس متضايقه، ناس يأسانه، ناس تعبانه، تدق تفش خلقه. بتعرفي قديش نسبه الانتحار تختفي من لبنان بهالطريقه هاي؟ لما انسان بيلاقي مين عم بيحكي ما بيعرفه عم بفش له خلقه وعم بينصحه بامور، وتكون خطوط مجانيه. 90% بطل في شيء اسمه محاولات انتحار او انتحار فعلي. هلا بدنا نعرف مين بفشل لك خلقك بعد هالاتصال. الو الو يا حبيبتي. تفضلي حبيبتي تفضلي، عم بيسمعك مايك. عم نسمعك. ايه الو، يلا شو بدك تسالي مايك؟ صباح الخير مش يو مايك. صباح النور. شو هالاحمر الحلو؟ خلي لك عيونك حلوين. بدي وطي صوت التلفزيون هيك بتسمعي اوضح لمايك ودغري اطرحي سؤالك. يلا. بدي اعرف عن حياتي انا وزوجي، وانه ما عندي غير ولد واحد، وعن الرزقه. نعم. وعن رزقتي، على طول مقطوعه رزقتنا، بتخرب السياره على طول بلا سبب. اول شيء سيدتي، ما في شيء بدون سبب، بني ادم بيوصل لمطرح بيخرب، كل شيء بنعتني فيه ما بيخرب. اثنين، انه انت عم بتصبي من قناة انه في شيء معمول، دهاري منها هاي القصة، تبعي دينك بالاديان المضبوطة، اديان المنزلة، لا نعتقد بهذا الشيء. ثلاثة، من ناحية ابنك امورك كتير ايجابية، حياتك كتير حلوة، في صداقة حلوة بدها تنشئ من جديد على صعيد العائلة. ما تخافي من حياتك العائلية، أمورك إيجابية جدا، ولكن الطاقة السلبية اللي عم بتفكري فيها عم ترتد عليك. دائما الإنسان بس يفكر بطاقة سلبية أنه في شيء غريب عم بصير، بتعطل السيارة، في شيء غريب عم بصير، بقع على الأرض، لا، هذا كله يا قلة انتباه مني، يا أنه السيارة في قطعة معينة بتخدم مثلا 10,000 ساعة بالسيارة، خلص وقتها، ماتت، راحت هاي القطعة، بدي غيرها. ما في شيء اسمه كل شيء واقف بوجهي. نحن منوقف كل شيء لما منبعد عن الصلاة وعن الرب. اللي بقول لك اياه، امورك ايجابية جدا، ما تفكري بطريقة سلبية، امورك ناجحة. السفر على صعيد العائلة ككل، وهذا شيء مفاجئ جدا، بكون بمنتصف 2016. اتصال وسؤال من ايفلين. صباح الخير. الو بونجور. يا هلا تفضلي. يعطيكم العافية. وإلك كمان تفضلي. معك ايفلين، في احكي مع مايك؟ تفضلي، عم يسمعك. بونجور مايك. صباح الخير. معك ايفلين. Yeah. بدي اسال عني وعن جوزي وعن ولادي، واذا عندي رزقه، وانا عندي صبي عمره 5 سنين، بدي اسال عن صحته. نعم. بس هيك. على راسي.
أول شيء الرزقة، هل هي رزقة مادية أو رزقة من ميلة أخرى؟ عندك رزق مادي كتير، مرقت بمرحلة كان فيه أمور مادية عم توصل لإيدك ولكن ما فيها بركة عم تروح دغري. هلأ نعم في عندك شيء، يمكن عمولة، يمكن طالب شيء من أحد، يمكن حق، ولكن أمور هاي بتتم معك قبل نهاية شهر 8 بترجع بتستلمي. من ناحية ابنك أموره منيحة كتير، ولكن الانتباه على صعيد الحساسية اللي هي على غيار الطقس أو لما يكون في طيور أو الغبرة، هذا الشيء ما بشكل خطر نهائيا عليه، بيوصل لعمر معين على 7 سنين أو 8 سنين تظهر منه هيدي الأشياء اللي عم يمرق فيها. أموركم المادية تحسن مستمر شهر بعد شهر بطريقة بتوصلوا لكانون التاني، بتكونوا مرتاحين كتير وفي استقلالية جديدة، ببلش النظر لعقار جديد بترجعوا بتستلموه بال 2016. اتصال جديد. ألو. ألو. بونجور. بونجور. تفضلي مدام. بليز بدي أسأل مس مايك. عم بيسمعك، تفضلي. صباح الخير مايك. صباح النور. بدي أسأل عن عني وعن جوزي وعن ولادي صحيا ماديا، إذا بنشتري بيت، عن صحة بنتي، هيك شيء يعني أمور. إذا بتشتروا بيت وآخر شيء شو؟ صحة بنتها. عن صحة بنتي بالذات. ما أنا شايف خطر على العائلة صحيا ولا على أي فرد من العائلة، ولكن دي أمالية بلشت معكم تقريبا بمطلع العام مستمرة، ببلش تنحصر هيدي الدقيقة المالية بشهر 9، نهاية شهر 9، شهر 10 ببلش الانفراجات، شهر 4 2016 بكون في مسكن جديد، عقار جديد. بالنسبة لصحة بنتك ما أنا شايف خطر نهائيا، في شيء تأخر بشيء ما، ولكن ما في أي نوع من الخطر على صحة حدا. اتصال جديد. ألو. ألو مرحبا. تفضلي مدام، وطي لنا صوت التلفزيون ومايك. رحت على الغرفة الثانية. يلا تفضلي. كيفك ست باسكال؟ أنا منيحة. بدي أحكي مع أستاذ مايك لو سمحتي. تفضلي تفضلي. أكيد. صباح الخير أستاذ مايك. صباح النور. لو سمحت أنا بدي أطمن بس عن الوضع الاجتماعي وعن صحتي، وإذا في عندنا رزق بهالشهرين يعني اللي جايين أو سفر أو شيء. ما تحدد. عندي بنت وصبي كمان بدي أطمن عنهم عن مستقبلهم. ما في خطر على مستقبل حدا، ولكن ما تحدد شهرين لسبب واحد، إنه الأمور ممكن تاخد شهرين ويوم، فدائما الإنسان بكون ناطر شغلة بكرة، ما أجا بكرة بيكرهها مع أنه هي حتصير بعد بكرة. ما تحددي مجال للرزق، الرزق مفتوح لألكم، أموركم تكون إيجابية جدا، وخاصة بعد خبر السفر اليقين اللي بتكون تستلموه قريبا جدا. وقبل خبر السفر قريبا جدا رح يكون في عندكم ارتياح مادي ورزق كبير تستلموه. مثل ما قلت لك صحيا ما في خطر على أي فرد من العائلة. السفر ما بكون للكل، بكون مقسم لثلاث مراحل، يعني بروح شخص بعدين شخصين بعدين شخص. نشكر اتصالك ومناخد كمان اتصال جديد وسؤال جديد لمايك. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام، تفضلي. إذا بليد بدي أحكي مع مسيو مايك. تفضلي. بونجور مسيو مايك. صباح خير. إذا بليد بدي إجازك، أنا من فترة حكيتك بالنسبة لابني إذا في تغيير بالعمل أو شيء، قلت لي عنده سفر. نعم. إذا هالوقت تبين معه شيء بس أشوف إنه في مجال أو بغير شغل ويضل بلبنان، بدي إجازك بس. السفر موجود مدام. قريب ولا بعيد؟ يعني. هلا أنا عم بسمع صوتك مش صوت ابنك، تقدر أعطي فترة تقريبية. اللي بقول لك إنه ما يغير شغله غير على صعيد السفر، يعني إذا غير بده يمكث بمكانه بده يقعد يرجع يجي خبر السفر، وبشغله هو في عنده انفتاح كتير كبير، بيقدر يكون في عنده مراسلات أقوى. الأمور الاجتماعية فيها تحسنات كتير مهمة ضمن هذا العام هو السفر. بالنسبة لحضرتك أتمنى عليك الانتباه جداً على الشرايين، إذا فيك تعملي فحص دم وفحص للكوليسترول بالتخصيص بالأخص بكون شيء كتير منيح لإليك، تتجنبي أمور قد تحدث في العام المقبل. كمان اتصال جديد. ألو. ألو. هلو مرحبا. أهلا تفضلي. معلش أحكي مع أستاذ مايك. تفضلي تفضلي. مرحبا مايك. صباح الخير.
أهلين. معلش بس أسألك عن حالتي. أنا أكيد عرفت شو قصتي من صوتي، بس أنا بحب واحد لبناني. أنا مش لبنانية. بدي أعرف شو حيصير يعني، إذا وعن حالتي المالية يعني المادية شو حيكون. عندي لألك سؤال واحد، قديش بعد فيك تسامحي؟ قديش شو؟ بعد فيك تسامحي؟ كتير في سامح. بعد فيك تسامحي كتير؟ كتير في. خليكي ناطرة. قد ما بدي. خليكي ناطرة. الأمور يعني؟ الأمور طويلة كتير، ما في شيء بين ليلي وضحاها. أتمنى إنه تحطي النقاط على الحروف، والأسئلة اللي حضرتك حاطتيها براسك ومجعت لك راسك وخيفاني تسأليها، من إنه الشريك يزعل أو ليش ما عم بيقدم على الخطوة أو شو اللي عم بيتغير أو هل خلص من ارتباطه القديم؟ اسأليهم. ماني شايف الأمور ماشية بطريق صحيح للأسف. هيك بنكون أكيد رح نوقف اتصالاتنا لليوم. طبيعي فيكن تتابعوا الاتصالات مع مايك، بس انطروا يظهر من استوديو على الساعة 12 بس حتى يصيروا التليفونات بين إيديه. وخلينا نختم بمين بفشله خلقه لمايك مثل ما كنا عم نحكي. شخصين موجودين غير مرئيين، هني هلأ روح بلا جسد، وإذا بحق لي أذكر. إذا حابب تذكر أكيد بحق لي. أي أكيد. هلأ وقت تكون كتير تعبان ومقهور، ما إلي غير قديس شربل، بطلع لعنده ببكي على رواق، فيش خلقه، بحسه عم بيقول لي شو كيف لازم اتصرف اذا مارق بمشكله. ومن ميله تاني الحكم اللي بدي اخذها بحياتي، اعشق الامام علي، باخذ حكم من احاديثه من سيرته من بس اللي بيريحني بالحياه هو القديس شربل. قدي الشرب اللي يحميك مايك، وأكيد التواصل معك أسبوعي نهار الجمعة بنفس التوقيت 10:30 بتترافقوا مع مايك، وأكيد الأرقام صرتوا تعرفوها حتى تتواصلوا من هلأ لوقتها. نحن منشكرك، بون ويك أند، ونشوفك أسبوع الجاي. مشاهدينا لهون منوصل لختام برنامج يوم جديد، بكرة بتمام الساعة 8 بتلاقونا ميراي وأنا رح نرفقكم ضمن كمان يوم جديد ورحلة جديدة وأكيد فقرات جديدة. باي باي.